السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة الهلال السعودي القادمة بإذن الله تعالى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي أو الدوري السعودي. مباراة الهلال السعودي القادمة هتكون أمام الحزم وهتكون في الجولة 28 من الدوري السعودي. المباراة يكون معادها بإذن الله تعالى السبت 29 أغسطس 2020 أو 29/8/2020. مباراة الهلال أمام الحزم ستذاع على قناة KSA Sports HD 1 أو الرياضية السعودية الأولى HD، والمعلق هو المعلق جعفر الصليح. بالنسبة للتوقيت، مباراة الهلال أمام الحزم ميعادها الساعة 7:40 مساء، يعني 8:15 مساء بتوقيت مصر. ميعادها أيضا 8:40 مساء، يعني 9:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ايضا المباراة ميعادها الساعة 5:40 مساء، يعني 6:15 مساء بتوقيت جرينتش. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة الهلال والحزم في الجولة 28 من الدوري السعودي بتوقيت مصر والسعودية وجرينتش والقناة الناقلة والمعلق. اشترك في القناة، فعل زر الجرس وعمل لايك للفيديو، ونراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.